اهلا وسهلا فيكم مع حلقه ممتعه. السوشيال ميديا اليوم عم تقربنا كثير من العالم. ان شاء الله اكسب ويبقى لي برنامج خاص ليا لوحدي على التي في. ساندرا علوش اكدت ان بامكان شخص خلوق ان ينجز فيلما رائعا بالوسائل المتوفره. حخلي هالدقيقه الوحده اللي فيها وثائق بقلبه كل العناصر تنتشر على كافه مواقع التواصل الاجتماعي. على مدى أسابيع المئات من بينكم شاركوا في أول مسابقة تلفزيونية خاصة بمواهب مواقع التواصل الاجتماعي نجوم بلا حدود. المنافسة شملت 10 فئات ولم تكن سهلة أبداً، لأن المطلوب لم يكن أن تصوروا وتحملوا فيديو قصير عبر الفيسبوك أو تويتر أو إنستغرام فحسب، إنما أن تحصلوا على تفاعل كبير من أصدقائكم ومتابعيكم ومن كل الناس بعد الحملة المكثفة التي قام بها تلفزيون الآن للترويج للمسابقة. من مختلف الدول العربية شاركتم، وكان من بينكم عرب مقيمون في دول عدة في العالم، وبعد التصفيات 10 مشتركين فقط تأهلوا للمرحلة النهائية من نجوم بلا حدود التي ستجمعهم تحت سقف واحد في بيروت، حيث سيخوضون منافسة حامية تنتهي بفوز شخص واحد باللقب ليصبح نجماً تلفزيونياً. كل أسبوع سيكون على المشتركين تحضير فيديو جديد ضمن شروط محددة، والحكم سيكون لكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولجنة التحكيم التي تضم ثلاثة من مشاهير العالم العربي. وقبل أن تنطلق المرحلة النهائية من برنامج نجوم بلا حدود، نعرفكم هذا الأسبوع على المشتركين 10 وعلى المستشارين 10 الذين سيواكبون كل من مكان إقامته مسيرة المشتركين في البرنامج، وسيزودونهم بنصائح مفيدة لإنجاز الفيديوهات المطلوبة منهم بأفضل شكل ممكن وبأحسن مضمون أيضاً. مرحبا، انا زياد الزيات من لبنان، عمري 26 سنه وانا مشترك عن فئه وثائقي. خريج مرئي مسموع وبشتغل بالمجال من عده سنوات، وانا مهتم بكل القصص اللي خاصه بالفن وخاصه الموسيقى. صار لي 15 سنه بعزف على اله الكلارينات. على الانستغرام او على الفيسبوك دائما كنت نزل وثائقيات شو ما كان نوعها، اثريه او سياحه، وانبسطت بتفاعل الناس، وهيدا التفاعل خلاني انزل اكثر فيديوز على شكل يومي على السوشيال ميديا، إن كان على إنستغرام أو تويتر أو حتى على فيسبوك. التحدي بهيدا البرنامج إنه خلال دقيقة واحدة أقدم موضوع كامل بكافة العناصر تبع الوثائق اللي بنشوفه بنص ساعة وأكثر. شاركت بهيدا البرنامج لحتى جرب قد ما فيني أوصل للنهائيات، وأنا حفرجي إنه من خلال السوشيال ميديا حخلي هالدقيقة الواحدة اللي فيها وثائق بقلبه كل العناصر تنتشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. ساندرا علوش مستشارة المشترك عن فئة الوثائقي. ثلاثة أيام في منطقة كاليه الفرنسية كانت كافية كي تصور ساندرا علوش وزوجها طارق حداد عام 2016 فيلماً وثائقياً حصل على جائزة التميز في المهرجان سكاندنافي الدولي للأفلام في هلسنكي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي قصير في مهرجان هوليوود الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة. فيلمي غرباء في الغابة أو Strangers in the Jungle بيحكي الفيلم قصص السوريين خلال الحرب وشو الأسباب اللي خلتهم يتركوا بلادهم وحكايات البحث عن البلد الآمن. ساندرا علوش كانت مذيعة مشهورة في سوريا قبل أن تجبرها الحرب على الفرار من بلادها مع زوجها الذي كان يعمل معها. أقامت في لبنان مدة
شاركت في خلالها في برنامج مذيع العرب بدي فكري أنا يوصل للعالم، ووصلت إلى النهائيات قبل أن تلجأ مع زوجها إلى فرنسا في العام 2015. وهناك بدأت قصتها مع الأفلام الوثائقية عندما تعاقد الزوجان مع قناة أرتي الفرنسية الألمانية على توثيق حياتهما اليومية كلاجئين في سلسلة مكونة من 23 فيلماً قصيراً حملت عنوان من الألزاس إلى دمشق. نشرتها المحطة على موقعها الإلكتروني وعلى قناتها على يوتيوب مع ترجمة بالعربية. وفي أحد الأيام توجه الزوجان إلى مخيم كالي للوقوف على أوضاع اللاجئين السوريين هناك، فمكثا 3 أيام وصورا 3 حلقات مؤثرة. وبعدما شعرا بمسؤولية تجاه هؤلاء اللاجئين وبضرورة نقل قصتهم إلى جمهور أكبر، قررا إعادة مونتاج هذه الحلقات وتحويلها إلى فيلم وثائقي بعنوان غرباء في الغابة، يروي معاناة المهاجرين والأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة بلادهم ومحاولة العبور من فرنسا إلى بريطانيا. الحكومة الفرنسية عم تدفعنا إنه نروح عن طريق المربي. ومن الأمور اللافتة في الفيلم طريقة التصوير المميزة لجهة الاعتماد على معدات بسيطة والابتعاد عن الأسلوب التقليدي. بالإضافة إلى إنتاج الفيلم، شاركت ساندرا علوش في مشروع إعلامي حمل اسم أخبار الغابة، وهدف إلى تغطية الأحداث اليومية الطارئة التي شهدها مخيم كالي قبل تفكيكه. أنا عم شارك كمستشارة عن فئة وثائقي ببرنامج نجوم بلا حدود لأدعم جمعية جسور اللي بتهتم بالنازحين واللاجئين السوريين بلبنان. ساندرا علوش أكدت أن بإمكان شخص خلوق أن ينجز فيلماً رائعاً بالوسائل المتوفرة، وهي ستساعد من دون شك المشترك عن فئة الوثائقي في برنامج نجوم بلا حدود على إظهار إبداعه. بعتقد أنه صار الوقت لحتى نساهم بنشر الوعي أكثر بعالمنا العربي عن طريق نشر الأفلام الوثائقية القصيرة عبر السوشيال ميديا اللي هلأ حالياً عم توصل لكل بيت ولكل إنسان فينا. أنا اسمي نسرين ناصر، جاية من مصر، عندي 19 سنة وأنا أصغر متسابقة في برنامج نجوم بلا حدود ومشتركة في فئة الطبخ. أنا درست سياحة وفنادق بس الطبخ هو هواية عندي. من وأنا صغيرة كنت بحب أقف مع ماما في المطبخ، وواحدة في واحدة ابتديت إن أنا أخش المطبخ لوحدي أعمل حاجة، هي بقت تعلمني لما لقيتني إن أنا كل هوايتي إنها في المطبخ. دخلت على النت، ابتديت بقى ان انا اخد وصفات وبشوف كذا فيديو واجرب واشوف انهي احسن طريقه. اول فيديو نزله على السوشيال ميديا، لما نزلته عجب ناس، في ناس ابتدت اشوف كومنتات لذيذه وناس بقت تشيره، فتحمست اكتر. لما لقيت ان الفيديو نجح خدت قرار ان انا اوقف دراسه السنه دي واجلها بسبب ان انا احقق حاجه انا بحبها جدا، وان شاء الله اكسب ويبقى ليا برنامج خاص ليا لوحدي على التي في. شادي زيتوني مستشار المشترك عن فئه الطبخ. موهبة الشيف شادي في الطبخ ورثها عن والديه اللذين كانا أول من عرفه على هذا الفن خلال عمله في مطعمهما الصغير في إحدى القرى اللبنانية. وبعد تخرجه من المدرسة سافر إلى إيطاليا وحصل على شهادة من مدرسة شهيرة للطهي، وتمرس في المطبخين الإيطالي والعالمي لسنوات عدة، وعمل في أفخم الفنادق وأصبح من أمهر الطهاة في العالم العربي. أهلا وسهلا فيكم مع حلقة ممتعة مع وصفة بتعقد مع الشيف شادي، وهي شاورما اللحم. السوشيال ميديا اليوم عم تقربنا كتير من العالم. أول شيء عم تخلينا نكون أحرار بوقتنا، يعني نحن منحكم ساعة اللي بدنا منفوت منحضر منرجع لورا منشوف الشيف شادي، منشوف كمان المشترك بالبرنامج مرتين والثلاثة والأربعة. هذه عم تقربنا كتير من العالم.
قدم الشيف شادي برامج طبخ على أهم المحطات التلفزيونية العربية، بالإضافة إلى برامج إذاعية، ونال إعجاب الجمهور بفضل وصفاته المبتكرة وأسلوبه المرح. كان رومارين، روزماري. وهو يسافر حول العالم للمشاركة في أهم الفعاليات المرتبطة بالطبخ، واختير للتحكيم في أبرز منافسات الطهي التي تحصل في الخليج. أصدر كتاباً بعنوان 10 على 10، فيه وصفات شهية من المطبخ العالمي، وله سلسلة من الأقراص المدمجة صورها في مطبخه، وتحتوي على طريقة تحضير عشرات الطبخات الفريدة، كما ينشر وصفاته السحرية في صحف ومجلات عدة. طلعوا كمان خارج عنا إياها جاهزة. الحقيقة أنا خليت كل مشاهد بيحضرني إنه يحبني من خلال الطريقة يلي بقدم فيها، من خلال قربي لألهم، إنه اليوم بيفكروا كل العائلة أني موجود معهم بالمطبخ وعم نطبخ سوا. هيدي شغلة كتير حلوة تواحد يوصل للنجومية. أسس شركة لتطوير المنتجات الغذائية وتسويقها وإعطاء دروس في الطبخ، بالإضافة إلى إنتاج الفيديوهات عن طرق إعداد الأطباق، وهو يحرص على تخصيص جزء من وقته للأعمال الخيرية، فعمل مع مؤسسات تساعد المحتاجين كبنك الغذاء اللبناني والشبكة الإقليمية لبنوك الغذاء. اشتركت لأدعم جمعية كتير بحبها، كتير بتعني لي وبتعني كل شخص عم يسمعنا اليوم، هي كون هاي. صحيح الأعمار بإيد الله، بس السواقة على الطرقات والتحكم بالسيارة والتحكم بالسرعة هذا بيرجع لألنا. هذه هي رسالة كون هاي. على السوشيال ميديا عشرات الآلاف من محبي الطبخ والمأكولات ينتظرون بشغف ما سيقدمه الشيف شادي من أعمال جديدة، فيتواصلون معه عبر تطبيق خاص به، ويتابعون صفحاته المتعددة على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وسواها، حيث ينشر باستمرار وصفات لذيذة وفيديوهات يشرح فيها طريقة تحضير أشهى الأطباق.